السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. نهار كبير هذا في الحلة الجديدة لتفعيل الرؤية ديال سيدنا محمد السادس نصره الله، وهذا المركز الصحي اللي يساوي 4500 نسمة ديال السكينة و 3000 عائلة. هذا المركز الصحي هذا تأسس 2010 وخدا جائزة ديال لاكاليتي في 2011، ومنتوج في المجلس البلدي في 2013، وخدا أبخي في الأمم المتحدة في الكونغرس الأمريكي 2015. Je suis en train de vous essentiellement ici. Est-ce que la mise à niveau convient bien au développement d'activités au niveau du centre? Est-ce que c'est conforme aux attentes des professionnels et aussi des usagers, notamment les citoyennes et citoyens marocains? Oui, tout à fait, monsieur le ministre. Donc, la rénovation va exactement avec les aspirations aussi bien des professionnels que de la population. Très bien. Donc, Anna, je vous souhaite bon vent, bonne activité, Inch'Allah, b'tawfiq lekoum el jami' el mehaniya. Tbarak Allah alaykoum. السلام عليكم سي الوزير. كي داير الجو الماسع بالمومن؟ مزيان الحمد لله. الحمد لله السيد الوزير. تسمح لي بواحد الكلمه. شوف فينا بعدا باش نشوفوك، راه ما كتشوفناش. تفضل السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد والي الجهة الرباط سنة القنيطرة، نتشرف بالسيد الوزير بإشرافكم على إعطاء انطلاقة وافتتاح
4 مراكز صحية حضرية بمدينة القنيطرة بعد عملية تأهيل من طرف الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة واستلامها في حلة جديدة تتناسب معايير الجودة، وذلك في إطار ورشة إصلاح المنظومة الصحية ومواصلة تفعيل برنامج تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية الذي يهدف إلى تأهيل العرض الصحي. ونؤكد في هذا الصدد انخراطنا التام في هذا الورش الملكي إن شاء الله. إذا سمحت سيد الوزير، قبل ما نعطي الكلمة للمراكز الصحية، عندنا واحد تسجيل فيديو كتعطينا ديال جوج دقائق اللي كيعطينا نظرة على أربعة المراكز. يلا تفضل الزير. ديال السكينه وانتباه ديال المهنيين، واش هذا الشيء جا في المستوى اللي كينتظروه باش يمكن لهم يقدموا خدمات كيف بغى صاحب الجلاله للمواطنات والمواطنين في اطار الدوله الاجتماعيه؟ هو بالحق انطباع شد ايجابي من ناحيه، اول حاجه من ناحيه الموظفين ديال وزاره الصحه، لانه هناك واحد تحسن كبير في لي كونديسيون دو ترافاي. المساله الثانيه انه داخل المركز تم دراسة ديال لو سيركوي دي باسون بواحد الطريقة رائعة، والانطباع ديال المواطنين يمكن نقول لكم السيد الوزير بأن هذه واحد 10 أيام والمواطنين كيجيو يوميا يسولوا باش يدخلوا، فوقاش غادي يبدا إن شاء الله العمل في هذا المكان. إوا دونك عندك مسؤولية كبيرة باش يبقى هذاك الشيء في نفس المستوى ونفس الخدمات. إن شاء الله. الله يوفقكم. إلا استعصى الأمر يخلي ذاك لا فيديو كابسيول ندوزو عليه حتى حنا عندنا واحد ضيق الوقت. شكرا. شكرا سي عبد المؤمن. ندوزو ل الفيديو يمكن ينوزها السيد الوزير. بارك الله عليك، الله يبارك فيك، بارك الله، الله يعاونك. وغادي يخليه كذلك نربطوا ذاك الثقه يعني في المؤسسات العموميه وفي الخدمات العموميه ان شاء الله. شكرا. الصحيه بسخيره التمانه، مراكز الصحيه بقنيطره، مراكز الصحيه بالخميسات، وسواء في المجال القروي او المجال الحضري، واللي هما كلهم مؤهلين بنفس ومجهزين بنفس التجهيزات، لا فرق بين القرى ولا الحواضر. وهذه هي السياسه ديال القرب اللي بغى صاحب الجلاله. المواطن المغربي فين ما مشى هو المواطن المغربي بحال الحمد لله. عندهم تجهيزات جدا معصرنه، عندهم كذلك رقمنه اللي كتخلي انه يستفدوا من علاجات تكون عندها واحد يعني التسجيل ديالها في المنظومه الرقميه، وتخول لهم انه الصلاحيات يمكن لهم يدليو بهذه المعلومات ديالهم فين ما مشاو في جميع المنشآت الصحيه اللي كسواء على المستوى الجهوي او على المستوى ديال المدينه. وهذه السياسه ديال القربيه اللي كيحتاج عليها صاحب الجلاله في اطار الدوله الاجتماعيه باش نربطوا المفهوم ديال السبيطار ديال الحومه، ونكونوا قريبين من المواطن اكثر من اللي ونمشيو حنا عند المواطن ماشي المواطن اللي يجي عندنا. وكذلك غادي يحل الضغط على المستشفيات وعلى المستعجلات، وهنا حيت هذا المشكل ديال الصحه كيتحل بطريقه شموليه، ماشي كنحلوا لا بينا بلا بينا، من طريقه شموليه. الا حلينا الضغط على المستشفيات وجاو الناس يتعالجوا في المستشفيات ديال القرب، ربما ان المستعجلات ما يبقاش فيها هذاك المشكل، ما تكونش الطونسيون طالعه، ما يكونش المشاكل فيها. وهذا هو العمل اللي كنعملوا عليه ان شاء الله باش نربطوا الثقه مع المواطن في الخدمات العموميه. شكرا.